السلام عليكم، سعد الله صباحكم بكل خير. من هنا من ناظور من مركز تلقيح ضد فيروس كورونا، يصل بتوفيق من الله عز وجل أول مستفيد وهو رجل مسن. غتتبعوا معنا العملية ونتمنوا أكيد نتمنوا الخير للجميع، خصوصا للآباء ديالنا والأجداد، نتمنوا لهم صحة وفور الصحة والعافية إن شاء الله. شرف كبير أن يكون عاهل البلاد أول من تلقى جرعة لقاح ضد كورونا، ولله الحمد. بسم الله على بركة الله. يعني أول شخص يعني بسم التلقيح ديالو هو رجل مسن. يعني أول عملية ولله الحمد. قياس الحرارة، كذلك تعقيم مع الحاج. الحمد لله، الحمد لله، الناس الكبار هما قرة العين، هما تاج الرأس، هما الناس اللي ممكن يعطيونا نفس في الحياة، بأنه بعد العسر يسرى. إخواني أخواتي أحبائي متتبعي صفحتنا عبر، نتمنى لكم موفور الصحة والعافية، كما أتمنى من قلبي أنه جميع المواطنين المغاربة داخل وخارج الوطن أن ينعم الله عليهم بالصحة والعافية. الأخت سيدنا بن خو صافي. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله بسم الله ان شاء الله بالصحه والهنا والراحه ان شاء الله يخشو خير ان شاء الله الحاج. الحاج حسيتي بشي حاجة؟ ولله الحمد. ولله الحمد. امين يا رب. اذا اخواني غنخليو الاخوان ديالنا يخدموا، شكرا جزيلا لكم، نتمنوا الخير ان شاء الله. كنا معكم مباشره. الحاج راك مزيان ولله الحمد، نتمنوا الخير. الله يرحم الوالدين، شكرا جزيلا. إذن إخواني تحية لكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.